اليوم نقولوا انه الشعب لازم يكون فخور بالبطلات والابطال تاعهم. تكهنت ثلاث ميداليات حقيقه، ثلاث ميداليات تكهنت يعني بها. طبيعي جدا، تكلمنا انه هذه الاولمبياد لم يكن لدينا تكهنات، كان لدينا اهداف، اهداف كانت مبنيه على مؤشرات ايجابيه، اهمها انه ابطالنا في ثلاث اختصاصات ينافسوا على البوديوم الاولمبي. الحمد لله سمعنا قسما في باريس، وهذا هو الالتزام تاعنا مع الشعب. تحيه الجزائر. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.